ابني اخر زماننا تلاقينا حقنا علينا تراهودين ياخذ منا ويعطينا كدينك وردك ما الأزهار زادت في جهد ملايين وضاح لاقى أبوه من قار يا ساتر استر نجينا ودار الزمان علينا وجار يبيع ويشتري فينا صاعد ونازل كل من شار ما ندري وين بيودينا بارك الله فيك يا ابو الحارث على هذا الكرم والاستقبال الطيب. هذا اقل من واجبنا يا شيخ بوتي، انت شيخ في بلادنا. والان لدي لك مفاجأة. مفاجأة وش هي؟ سنزوجك هذه الليلة بفتاة جميلة مسيارا، هي التي عدت ذاك العشاء الطيب. مسيارا؟ نعم، وقد ذهب ابو برالي ياتي بالمازون. إنها فتاة لطيفة لم تتزاوج 13 من عمرها، توفي زوجها رحمه الله في عملية استشهادية. لا 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 أنا لا يمكنني، لازم نروح باسر ونخلص من شغلنا هذا. لا تقلق يا شيخ بوتي، لا تقلق، لدينا وقت كافي. إنها فتاة جميلة صالحة، وأنا متأكد أنها ستعجبك مجرد أن تراها، وأنت ضيفنا. يا فردوس، فردوس، ماذا قلت يا شيخ بوتي؟ هو أبو البراري طول، هو مش بلاش أخي، كم يبيله يعني؟ جزاك الله خير يا شيخ بوتي، جزاك الله خير. والله ما أدري شو. ها شو رأيك يا أخوي؟ خير؟ شو رأيك؟ والله يا رأي رأيك، بس أنا عندي اعتراض على المليونين اللي طلبوهم مثلا. أنا حسيت إنهم طمعانين فيك الحقيقة. مليونين؟ ماني مستعد ادفع ولا درهم زود.